بعد مرور 11 عاما على إقراره، يأتي مساق خدمة المجتمع الرائد في المنطقة مساهما بشكل كبير في ترسيخ القيم الوطنية الرفيعة لدى طلبة المرحلة الثانوية في البحرين. 30 ساعة عمل من الخدمة المجتمعية داخل إحدى المؤسسات الرسمية يتعين على كل طالب خلال العطلة المدرسية أن يجتازها ليتاح له التخرج من مدرسته. قيمة الإنسان في الحياة تكمن في طبيعة عطائه، من خلال عمل يؤديه بإخلاص أو خير يزديه إلى غيره حبا في ذلك. ومساق خدمة المجتمع يأتي من منطلق إدماج طلاب المرحلة الثانوية في مجتمعهم وترسيخ فكرة الانتماء والمواطنة داخل نفوسهم، فكما لهم من الحقوق عليهم من الواجبات الكثيرة تجاه الوطن الذي يعطيهم ويمنحهم الكثير. عندنا في البداية أشكر وزارة التربية والتعليم على إتاحة الفرصة للطلبة في خدمة المجتمع. طبعا يستفيدون أشياء وايد في المحمية، تعرف على الزوار والمكاتب، منها الأقسام، عندنا أقسام الحسابات وقسم الأرشاد السياحي بالأخص، منها يتعرفون على الزوار ومنها هم يستفيدون. اجتياز الطالب لمساق خدمة المجتمع شرطا أساسيا لتخرجه من المرحلة الثانوية، حيث يتعين على كل طالب وطالبة اجتياز 30 ساعة عمل، ترحيب يدعمه الوعي الكامل لمدى الاستفادة العائدة عليهم من خلال اندماجهم في مجالات العمل المختلفة لاكتساب الخبرة والتعرف على بيئات العمل المتنوعة. واستفدت من خدمة المجتمع، ثقافة النفس والعمل الجماعي، كانت تجربة حلوة واستفدت منها وايد أشياء، منها أني تعاملت ويا الناس وتعلمت اكتسبت مهارة يعني أني أتعامل ويا الناس، من خلال أني أبيع لهم تذاكر أرشدهم على الأماكن، تعلمت أشياء في الحسابات. مساق خدمة المجتمع هو ممارسة عملية موجهة للخدمة المجتمعية من خلال سلسلة من العمليات والبرامج عبر استغلال الموارد والإمكانات المتاحة لتنمية قدرات الطالب، وذلك لإعداد متخرج ذي شخصية اجتماعية إيجابية منتمٍ إلى المحيط الذي يضمه.